Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minruhi yadin amayyahu sunalahu wa ya'maluna amalan duna zalik wa kunna lahu hafizin wa ayyuwa ina darabahu anni masani adhar wa anta arhamun rahimin wa anta jabna lahu pagkasamna ma bihi min durin wa وآتيناه أهله ومثله معهم رمضان من عندنا وذكرى للآبدين وإسماعيل وإدريس وزنقبة كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَزَنُّونِ إِنْ زَابَهُ غَادِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إن نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأذلنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والذي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وأرامنا أهلمناها أنهم لا يرجعون حتى إذا بنيت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقدرب الوعد الحق فإذا يغشى خصد أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غورة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله يصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبق لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما انتهت أنفسهم خالدون لا يزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومهم
وإن أصاب المؤمن نون انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يوعد غير من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقذف وينذر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا طلعن لهم شياب من نار يسقوا من فوق رؤوسهم الحميم يسقيه ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري